إذا ذكرت اليمن ذكرت الركن اليماني، وذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن: الإيمان يماني، والفقهة يمانية، والحكمة يمانية. ويقول عنهم المصطفى أيضا صلى الله عليه وسلم: ما وماذا بعد قول الرسول؟ ألين قلوب أهل الجزير وأشدهم. إذا تحدثت عن اليمن ذكرت الأوس والخزرج والمقداد، بلقيس وأسماء بنت عمير، ذكرت شاعر الرسول حسان، ملك العرب نعمان، وخطيب الدنيا زهبان. اليمن قبيلة جرهم، أول من سكن مكة، ومن نسلها جاءت قريش. اليمن أصل العرب، أصل أهل الفصاحة، أهل السماحة، أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا، أنصار الرسالة. المدافع والرصاص، بلد تجرع شر السنوات الحروب، فغابت عنه السعادة التي كانت أميز صفاته، بسمة ينتظرها وفرحة يتوق